Zed. السلام عليكم اخوتي. حطيت لكم فيديو الاول هذاك الصباح كي كانت الطوموبيل برا قبل ان ندخلها للكراج. بعد دخلناها جست باه نوضتها برك نعطي لكم كيفاه. بعد قدرنا نوضها ونهضت سير تروا وبالسيف طيش الماء على لي شابمون ديريكتومون. بعد قدرت ندخلها للكراج. المشكله تاع لافيو هذه مولاها حسب ما يحكي عنده باستيه تودر له الماء من لورا. قال لي نصب منها يهود من هنا. قلت له تمشي بها ريسك وقادر الصوت يجي من كلاس كاشي. جاني قال لي خلطت على البوشون لقاها خلطت. هاي صوتها جوانت كلاس وتقدر تكون كلاس واجد ومن طو تقدر تكون راهي راشيه. مازلنا ما حليناش درك راح نحلوها. كم شفتوا الفيديو اللي حليته لكم كي كانت تطيش الماء اللي بوجي كيفاه باسكو اللي شمبر في ربعه يطيشوا في الماء دونك مش هالنورمال. رايح نحلوها ونعطي لكم باذن الله واش نلقاو واش لقينا واش ما لقيناش. هو حسب ما يحكي هو عنده باستيه طيش الماء كان. شوف كاين حتى باستيات قال لي من قدام داروا لهم السيما. شوف يعني اللي يخربوا في الطوموبيله تاعهم سيدي باستيه داروا لها السيما ايماجينين. وعنده باستيه من الاور يصب الماء منه يهود منه مشى بالطوموبيل حتى نصوت جوانت كيراس. وكاين اللي داروا لها قال لك العار البيت السيليكون جوكروا. دروك نحلوا ونعطي لكم واش نلقاو واش ما نلقاوش بربي ان شاء الله. الموتور تعرفوه كيف يتحل تاع لافيو. الماء نورمالمون ما فيهاش باسكو حتى فرغت خلاص بها قدرت نوضوها. قدرنا نوضوها و لي شابون معمر ما خلاص حتى كي بدا دخلت على الكراج الماء برا يخرج من لي شابون طول تقول عين. فاصون راح نحلو ونشوفو واش كاين باذن الله ونعطي لكم واش لقينا واش ما لقيناش. تعرفوها كيف تتحل لافيو سي سامبل يعني. والسلام يا خوتي بعد ما حليت الكوليكتور. شوفوا يا خوتي ما جبتش حاجه من راسي وحسب هدرته هو انا قلت نلقى واحده ولا زوز. شوفوا خوتي باستيات بالسيما هايا كيف نخدموا معاهم هذا ما درك سيدي. باستيات 10000 سيما سيما وبلاطر ولا ما عم باليش نولي مصر وانا درك. يا سبحان الله يا ربي. وهذه ديجا توضر هذه هاي قاعده توضر وهاي الماء وين قاعد يهود. لا اله الا الله محمد رسول الله. هاي شوف كيف نخدموا درك. هاي فهمونا بركة والله كيف نخدموا باستيات 10000 بالسيما. لا حول ولا قوة الا بالله. شوفوا كيف لقيت جوانت كيلاس على ديك الماء ما حبش يحبس من الشمبر هذي. هاي يا سيدي زيب لا ضحك انت ضحك هذا يا بعد هابط والله وما كانوش هو كيلاس والله لاباس ماهيش راشية يعني. هاي يا سيدي هاي سبحان الله يا ربي. نمشي انا كيف ركبوا له جوانت كيلاس كيما هاك. ها وما خصب. هاي يا سيدي ودوك تشوفوا لي باستيري من اللورا. شوفوا جوانت كيلاس كيف زي هاي. ما فهمتش انا وقتها قفل هذا لا حول ولا قوة الا بالله. شوفوا لهنا عندنا باستيه ديجا بالسيليكون راكم تشوفوا فيها هاي مبدله وهي خارجه ماهيش داخله مليح. هاي خارجه منها من تحت ليل هنا هاي كيف كيف فيها سيليكون. درك هذه فيها خدمه كبيره. مش هو شاف الواحد يخرج له من اللورا الماء قاعد يهود له من اللورا تشك فيه اللي بلي جوانت كيلا باستيه. هو مش الباستية وجوانت كيراس من هنا كيف زاد ولا يطيش الماء بزاف. هاي على جهة لا بومبو كاين باين لي تراس تاع الماء طيش الماء بزاف. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يعيفونا في الميكانيك. هيا كي تشوف باستيات كيما هكا بالواحد بالسيليكون بالسيما. لا حول ولا قوة الا بالله. نستناه يجي ومن بعد نشوفو واش ندير.